Para jamaah, insyaallah sekarang kita akan membaca Maulid Sibtud Durar yang akan dipimpin oleh para habaib. Sini ada Al-Ustaz Al-Habib Syafiq Muhtar bin Syahab, juga ada Habib Nizar Barabbah, ada keponakan saya Habib Abdul Gadir bin Ahmad Al-Hamid. Dan juga alumni-alumni Adalania dimohon untuk naik ke atas panggung. Munsyid-munsyid cepat naik ke atas panggung. Kaum palaya-palaye cepat masuk ke panggung. Sofan ala millati mutaaddi bi adabihim. Allah yarzuqna mahabbatal habib أشد مما البرد في شدة العطش على هذه النية وعلى كلمة صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ولما تأخر لما تقدم عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أجمعين صلوا عليه وسلموا ويبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسوى والوفاة تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السم لما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلي وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأهلي ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى
فأرسل إليهم أصف الكجي وجل عبد الرحمة تلقت إرادة الأزل يحبها الكهاد العبد المحبوب فانتصرت أثار صرافي في عوالم السفت والقيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما ضم هذا الفضل الذي برز من عظات الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتأطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بالطراز التكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد خذوني فغودي إلى الديار عيوني إلى المحيط
حيث الأنوار هناك دعوني 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 خذوني فبعدي الطالب أمتع بصري وكاد القرآن فبعدي الطالب وكاد أمتع بشري وكاد القرآن فبعدي الطالب وزر أمتع بصري وكاد القرآن فبعدي الطالب وكاد أمتع بشري وكاد القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع.
فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي سيد العربي لكم ملك
laki-laki itu ke bawah, bergabung ke bawah di dekat panggung laki-laki. Allahumma salli wa sallim asrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadatan nurib biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal-id'an sallallahu alaihi tathbutu biha fi suduri min al-imani kawahidu wa taluhu ala al-ahli yakin min sirri thalika al-id'ani wa tasdiqi shawahidu sallallahu alaihi wa ashadu anna zayla muhammad abdu salikina fi qawlihi wa fi'lihi wa mubalikan illahi ma'amara bi tabliqi ala khalfi min fardihi wa naflihi abdun arsalallahu lil alamin basira wa nadhira faballagha ar-risala wa adda al-amana wa adallahu bi min al-ummati basharan kaseera fa kana fi dhulmatil jalil mustabshirin sirajan wa qamaran munira fa ma adhamaha min miladi dhakramallahu bi adal basar وَمَا أُصَحَى مِنِّي هَذِنْ لَنْسِرْهَا فِي الْبَحْرِ وَالْبَرْءِ اللهم صلِّ وسلِّم بجل صلاواتي واجمائها وازكى تهيتي وأوصاهيها على هذا العبد الذي وفق بحق عبودية وبرز به في فضلة الكمال وقام بحق الربوية في المرات الخدمة الله وأقبل عليه غاية الإكبار صلاة يتسن بها روح المصلي عليه به فإن بسطت في قلبه نور سره تقبل به وحبه ويكتب به بناية الله في نسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه ونفذ دار صراف العاصب بدو وحبه ما ترى الأفان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صل وسلم وبارك عليه قصيدة حبيب عبد القادر بن أحمد الحميد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 Allah, 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 Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة كنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على Bye.
أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلا مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا المعروف. خلق الصحان ولفظ المتوي على المعنى جزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأملة والمال ذي سبل الذي أهلك هيبة القوية تزيد منها الطفرات والمنازل أقوى ياهي من المنازل ومن نصر تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية ومن فرده في خلقه وخلقه في البرية المحمود في أصرف الخصوصية. فما من خلقه في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أتمته في وصف الحبيب والثاني وله الأولى في مجده ومكانه أوصف في زيك تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب إناني وقد انبسط القرآن في تدبير ما أفعده علمي من القوى النبي الكريم وإكيد ما أمر الله به الحاجل في المقربة من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنك الأقلام في حتى المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الهزم كما يصل بالتقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Doa maulid, angkat tangannya yang bawa air mineral, tutupnya dibuka. Yang merokok maaf dimatikan sebagai penghormatan kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati 'ubuda. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الغيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر، في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. آمين. وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين. آمين. وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المهدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة،
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا آمين. وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا آمين. توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. Yukkan kana palangan. Anawa. Awak sakujur sing sarehat lahir batin. Alhamdulillah pembacaan Maulid rengse ayeuna urang dihibur ku grup Seni Islam Ikoba. Tepuk tangan untuk Ikoba. Mana tepuk tangannya semuanya teman-teman? Maka kepada grup Ikoba dimohon untuk naik ke atas panggung.